Hello everyone and peace be upon you all. السلام عليكم ورحمة الله. معكم أستاذ غنم محمد أمين على منصة دروسكم. واليوم إن شاء الله جيتكم بهذه الدورة السنوية المسجلة للدروس المباشرة. دونك في هذه الدورة إن شاء الله راح تلقى دروس مسجلة لكامل العام الدراسي. بما في ذلك فيها دروس وفيها تمارين وفيها ديسيجيل يعني راح تحلهم وتتمرن عليهم للفروض والامتحانات اللي راح ترافقك إن شاء الله طوال السنة. كيفاش راح تستفاد من هذا الدورة؟ هذا الدورة إن شاء الله راح تلقى فيها الدروس اللي ممكن تشاهدها الآن بها تكون خطوة ولا تسبق زملائك بخطوة في قبل بداية العام الدراسي في حالة ما إذا أردت الاشتراك الآن. لكن إذا أردت أن ترافق يعني ترافق هذا الدورة طوال السنة ممكن تكون هذا الدورة كستادي ميت يعني راح تكون هي المرافق تاعك وتعاونك في الدراسة تاعك والمراجعة طوال السنة الدراسة الدراسية. كيف ذلك؟ يعني أنت راك تقرأ وراك تراجع في دروسك مع الدروس المسجلة هنا. كل درس راح تلقى العنوان تاعه وترافق نفسك حتى الآخر درس في المدرسة. دونك كيفاش راح تكون هذه الدروس؟ لاحظ معي الآن نأخذ مثال بدروس السنة الأولى متوسط. راح ترافقك من البري سيكونس اللي راح نتكلم فيه على سكول أوبجكت على سكول أوردرز أند كولرز أند كل الحوايج الأساسية اللي راح تبدأ تعرفك باللغة الجديدة. إن شاء الله راح نرافقك فيها خطوة بخطوة. بعد ذلك راح نروح للسيكونس 1 اللي فيها مي اللي عنوانها مي أند ماي فريندز. اللي في هذا السيكونس راح نتعلمو هاو تو جريت هاو تو جريت بيبل هاو تو انترودوس ماي سيلف كيف نعرف بنفسي, how to give information and respond to questions about myself, my age, my class and my hometown. كذلك راح نتعلم how to ask about a new friend's name يعني نتعلم كيف نطرح أسئلة بالإنجليزية, كيف نعرف بنفسي, كيف ندير small dialogue in English. Alright, بعد ذلك ولا في هذا السيكونس بيانسي راح تكون فيها كذلك أهداف أخرى. راح نتعلم how to or the verb to be in the present simple tense. راح نتعلم personal pronouns, possessive adjectives, use of question words, what, how, etc. We learn how to use prepositions of location يعني كيف نمد الأماكن using in and at. كذلك راح نتعرف على الأرقام من 1 to 13. دونك في هذا الملفات راح ان شاء الله نشوفوا معظم الدروس ولا كل الدروس يعني راح تشوفهم في القسم, ولكن راح تكون مرافقة عن طريق الفيديو. تقدر كذلك تتفاعل معنا عن طريق الأسئلة, تطرح السؤال وان شاء الله احنا يلحقنا السؤال تاعك ونجاوبوك عليه. يعني راح تكون الدروس ان شاء الله كاملة. Sequence 2 كذلك نفس الشيء, راح نتعلموا how to give information, respond to questions about me, my age, my class and my hometown. Ask and give information about my family, parents, brothers, sisters and pets. يعني نتعلم في Sequence 2 كيف نتكلم على العائلة تاعي. Alright, في هذا Sequence 2 كذلك راح تكون عندنا أهداف أخرى اللي هي grammar or grammar اللي راح نشوفوها في هذا Sequence اللي هي present simple tense, verbs to have to be في present simple tense, affirmative and the negative forms, yes or no questions, numbers from 14 to 100 يعني نكملوا بقية الأرقام اللي حبسنا فيهم في sequence 1, articles and n, form the simple or form simple sentences, use of question words who, what and where, demonstratives this and that. دونك كما كنت نقول لكم أصدقائي راح نشوفوا كل الدروس إن شاء الله اللي راهي في البرنامج السنوي. بعدها sequence 3 اللي هي me and my daily activities نحن نتعلموا فيها how to talk about our daily routine كيف نتكلموا على نشاطاتنا اليومية. دونك في sequence 3 راح نتعلموا كذلك how to tell time كيف نمدوا الزمن باللغة الإنجليزية بالمرابعة مع الdaily activities كذلك. في sequence 3 راح تكون عندنا of course في كل sequence راح يكون عندنا مختلف الأهداف, دونك أهداف تعلمية مختلفة. في الجرامر راح نشوفوا discourse markers يعني كيف نستعمل today, every day, every morning, every evening, etc. The present simple tense with routine actions يعني نتعلم كيف نتكلم ولا نستعمل the tense of the present simple to talk about daily activities. WH questions and yes or no questions, prepositions of time in, at and on. لهذا sequence نعتبرها واحدة من أهم sequences اللي نحتاجها كامل. Alright, sequence 4 كذلك راح نتكلموا على me and my school, أنا ومدرستي. في هذا sequence راح نتعلموا على my rights and my duties, على حقوقي وواجباتي في المدرسة.
Of course, راح تكون عندنا learning objectives, express my rights and duties, ask and answer questions about locations, name different places in my school, use prepositions of time and place. فيما يخص الجرامر راح نشوفه the imperative اللي هو الأمر كيف نستعمله الأمر the present continuous الحاضر المستمر والpossessive adjectives كيف نتكلمه ولا نستعمله الملكية في اللغة الإنجليزية. كمل معي بقات لنا one last sequence اللي هي sequence 5 me my country and the world اللي فيها راح نتعلمه ولا نتعرفه على بقية العالم راح نتعلمه على ثقافات أخرى new cultures new countries new currencies new national dishes اللي فيها راح تكون sequence very exciting and we are going to learn a lot in this sequence donc learning adjectives or objectives ask and give information about my country يعني راح نتعلمه كيف نتكلمه على ال currency العملة flag national and regional days. Other countries كذلك راح نتعلموا على بلدان أخرى فيما يخص العمل تاعهم national dishes الأكلات التقليدية تاعهم etc. كما شفنا تعرفوا على ثقافات مختلفة. Learning objectives في sequence 5 راح تكون عندنا ولا grammar objective راح يكون عندنا lexis related to the topic continents nationalities flags currencies celebrations كما كنا نشوفوا هذا وين يعني راح نتعلموا vocabulary بزاف فيما يخص other countries راح نتعلموا الverb to be in the present simple with cardinal points يعني كيف نمدوا directions and the verb to have using the personal pronoun it with places the possessive adjectives my and our احنا راح نشوفوا ان شاء الله نشوفوهم كامل using what and where with the verb to be to ask about location prepositions of location يعني كذلك في هذا السيكونس راح نتعلموا حاجة مهمة بزاف اللي هي how to locate places يعني كيف نمدوا الموقع تاع countries تاع cities etc. Alright, donc هنا كانت نهاية البرنامج كامل إن شاء الله هذا والملخص وش راح نشوف في البرنامج كامل بيانسي راح تكون كذلك دروس فيما يخص البرونونسيشن فيما يخص النطق راح يكون فيها تمارين في كل حصة راح نخلي لكم تمارين homework تحلوا وتلقى الحل تاعه في الحصة اللي بعدها دونك راح كما تكون مرافقة شاملة كما تكلمنا راح نخلي لكم إن شاء الله مقطع به تشوفوا نظرة ولا تهزوا نظرة على كيفية التدريس وكفاش راح تكون الدروس إن شاء الله نتلقوا في أول حصة سلام. وش الار؟ Good afternoon. Good morning. So الار هنا silent. Good morning. Okay. So you can pronounce it. تقدر تنطقه. بس حاول يكون خفيف. Good morning. Okay. Good morning. Good afternoon. إذا لاحظت مانيش ننطق في الار. Good evening. Good evening. Another thing الحاجة أخرى اللي مانيش ننطق فيها اللي هي ج. ما نقولش good morning. من ورايا. Donc pronunciation is everything in English. You have to repeat. Okay? So, نعاودهم ذكا بسرعة مع بعضنا. Okay? أنا نقرأ وأنت عاود معايا في نفس الوقت. Okay, let's get it started. So, A, apple. B, book. Okay? Donc أنت تعاود من ورايا. A, apple. بس. حتى نخلص. Hello. بديك استعمليهم. Hello. My name is Layla. What's your name? Repeat. Hello. Hello, my name is Layla. What's your name? Good. Excellent. Hi. معتصم. Hi, my name is Sammy. Very good. وش تقولي له ليلى؟ Nice to meet you, Sammy. Nice to meet you, Sammy. Sammy. معتصم. نقولك the book هو المعرف الكتاب. So the هي الألف واللام بالعربية للتعريف. دونك هنا معرف هو definite والغير المعرف هو indefinite. بتعرف الفرق بين indefinite و definite. So indefinite اللي هو الغير المعرف وباش نعبره عليه بكلمة أ بحرف أ ولا أن. مليح؟ راح تخدم وحدك. تخدمهم وحدك وبعد نجاوبه مع بعضنا. So هنا do we say this or that? This is an apple or that is an apple. هنا is a car. This is a car or that is a car. A school bag. This is a school bag or that is a school bag. My friend Aisha. Do we say this is my friend Aisha or that is my friend Aisha? Here, this is a water. I get up. I get up. What's the difference between wake up and get up? Look closely. Wake up يعني استيقظ. Get up, I get up.
حاب تقرأ أونلاين؟ احصل على بطاقتك واقرأ من دارك. منصة دروسكم، علم، أمان، امتياز.